داشبورد، عندنا كي بي ايز ممكن تتعرض في هيئة جرافات او في هيئة بوتنز زي كده، ايهما افضل؟ في طبعا حاجات بيتم عرضها على هيئة بوتنز بس زي الافريج ديزي ميلك وهكذا. فازاي اعدل الكي بي ايز؟ بضغط على الترس هنا وبيطلع لي القايمة ديت. ببدأ ابص على القائمة، طبعا فيها حاجات كتير جدا. عندنا بيقول لك انت محتاج ان انت تعرض الكي بي ايز ده على هيئة جراف فاقدر اعلم قدامه، او على هيئة بوتومز فاقدر اعلم قدامه، او على هيئة جراف وبوتوم فاعلم قدامهم هما الاتنين. فعندنا الستاندر بيك برودكشن، ودي حاجة لسه هنشرحها قدام شوية. الستاندر بيك برودكشن ممكن تحسبه بناء على الميلك ريكوردينج، لو انت بتسجل تسجيلات لبن مانوال، او عن طريق الميلك ميتر اللي بيجي من المحلب. فدايما ناخد بالي ان كل ايتم ممكن يكون فيه كذا اختيار للعرض بتاعه، وبعد كده بحدد القيمة بتاعتي امتى تكون جود وامتى تكون باد. فبحدد المارجن بتاعي فين، هنا وهنا. بعد كده السوماتيك سيل كاونت معمولة ميلك ريكوردينج، فانا لو عندي المحلب بيسجل السوماتيك سيل كاونت او بعمل بالك تانك تيست، اقدر ان انا اغيرها واحدد الجراف ولا بوتوم، واحدد طبعا القيمة بتاعتها. بعد كده عندنا pregnancy percentage of the first insemination، نسبة البريجنانسي بعد أول تلقيحة، الـ expected calving interval، average days in milk. طبعا هنا متاح بس إن احنا نختارها على هيئة بوتوم، مفيش جراف. بعد كده الـ test days، وبعد كده الـ average calving age، وهكذا. طبعا المسميات دي زي ما أنا قلت بتختلف على حسب أنا مختار لغة البرنامج إيه، اختلاف بسيط. فلو انا مثلا غيرت اللغة بتاعتي من هنا، خليتها United Kingdom، وجيت هلاقي ان بعض المسميات اختلفت، ال average calving age وهكذا. اقدر ان انا اعلم على الحاجات بتاعتي واحط الجود والباد بتاعي. هلاحظ هنا ان في show value information when the production line goes beyond boundary value. معنى ان انا لو انا عندي هنا الكيرف ده بتاع الاس بي بي الخاص بالميلك ميتر، فانا عندي هنا في دروب حصل هنا مش بين التو مارجن اللي انا حددتهم. فانا محتاج ان انا مجرد ما اقف هنا بيبدأ يقول لي اليوم وايه اللي حصل بالظبط القيمة بتاعتي، وفي نفس الوقت بتظهر تحت هنا. لو انا محتاج ان انا اشوف الجراف ده بشكل اكتر، جاست ان انا بضغط عليه، بعد كده ببدأ ان انا ابص عليه بشكل اكبر. ولو انا ضغطت هنا هيوديني عند المديول او الحسبة او التقرير اللي خرج منه الجراف ده. لو انا ضغطت هنا وجيت علمت على show value information when production line goes، تاني ضغط هنا هيبدأ ان هو في اي دروب او اختلاف في القيم عن اللي انا محددهم، هيبدأ ان هو يحط لي نقطة تعرفني ان حصل هنا مشكلة، جاست ان هي بتديني التاريخ والمعلومات اللي موجودة هنا. الـ expected calving interval او اي بوتوم مجرد ما اضغط عليه بيدخلني على التقرير اللي خرج منه بعد الحسابات بتاعتنا خرجت منه الجراف ده. فبالتالي الجراف بيكون اسهل ان انا بيجمع لي مجموعة من الداتا وبيديني رقم في الاخر اقدر ان انا ابص عليه واحكم على القطيع بتاعي. طبعا طول ما اللون ده باللون الاخضر يبقى انا كده ماشي على الافرج اللي انا حاطه، او النسبه بتاعتي كويسه. بدأ ان هو يكون باللون الاورنج يبقى انا كده رايح ناحيه الوحش. بقى باللون الاحمر يبقى انا كده خلاص انا كده في الباد وعديت الباد كمان. فلازم ان انا احافظ على النسب بتاعتي بشكل كويس، وهو تابع الكي بي ايز بتاعتي.